المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الآب السماوي في تذكار الشهداء أن نرفع المجد إليك لأنك قويتهم في جهادهم، ونرفع الشكر إلى ابنك الحبيب الذي رسم أسماءهم في البيعة المقدسة، والتهليل إلى الروح القدس الذي كلل رؤوسهم. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. Oh,
برق مور لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي يقوي الأبرار وإلى الابن الذي أفاض دمه فأروى القديسين وإلى الروح الذي يكلل الشهداء والفعلة الأمناء برخمر الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا اليوم وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها الرب يسوع إلهنا المبارك والقدوس، يا من تسر بذكر شهدائك القديسين فنعيد نحن لك ذكراهم بتسابيح الروح وأعمال البر. لأجل اسمك القدوس ضحوا بحياتهم وأنت كافأتهم بنعمتك السامية وعظمت في الأقطار ذكرهم، فكما كانت شهادتهم مرضية أيها السيد المسيح كذلك فلتكن ذخائرهم سورا حصينا لرعيتك، وكما كان دمهم عربونا للغفران كذلك فلتكن ذكراهم سورا لشعبك حتى نواصل في بيعتك المقدسة أعيادهم أيام بركة وأزمنة أفراح. والآن نسألك يا ربنا على عطر هذا البخور بشفاعتهم أن تحصينا بين أجواقهم في نعيمك الذي لا يزول، فنخرج معهم إلى لقائك بدالة بنوية يوم ظهورك الثاني المجيد، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. مور ليكن الطيب العابق أمامك من زخار الشهداء ضارعا إليك يا ربنا من أجل الخطأ والضالين والمرضى والمضايقين من أجل السلام والوئام في بيعتك المقدسة والعالم. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. آمين. قديشان قالوه قديشان حيلتونه قديشان Thank you.
الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. أمين. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. برخمور ريشكوهني. بركة الله على القارئ وعلى السامعين وعلى جميع أبناء رعيتنا المؤمنين. آمين. يا إخوتي، من من الناس يعرف ما في الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ كذلك لا أحد يعرف ما في الله إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، حتى نعرف ما أنعم به الله علينا من مواهب. ونحن لا نتكلم عن تلك المواهب بكلمات تعلمها الحكمة البشرية بل بكلمات يعلمها الروح، فنعبر عن الأمور الروحية بكلمات روحية. فالإنسان الأرضي لا يتقبل ما هو من روح الله لأن ذلك عنده حماقة، ولا يستطيع أن يعرف ما هو من الروح الله لأن الحكم في ذلك لا يكون إلا بالروح. أما الإنسان الروحاني فيحكم على كل شيء ولا أحد يحكم عليه، فمن عرف فكر الرب ليعلمه، أما نحن فلنا فكر المسيح والتسبيح لله دائما. وقد غسلوا حللهم وبيضوا وبدم الحمل. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوكا البشير: ابتهج يسوع بالروح القدس فقال: أعترف لك يا أبتي رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنك هكذا ارتضيت. لقد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن يريد الابن أن يظهره له. ثم التفت إلى تلاميذه وقال لهم على انفراد: طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظرون، فأني أقول لكم إن أنبياء وملوكا كثيرين أرادوا أن يروا ما أنتم تنظرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا. برخ مور أبون ريشكوهنه. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، أباء الأجلاء، عائلات الشهداء، إخوتي أخواتي، لأنه من عرف فكر الرب ليعلمه، أما نحن فلنا فكر المسيح. عندما التقى بولس الرسول بالسيد المسيح على طريق الشام، عد كل شيء كالزبل ليربح المسيح، فانتقل من فكر العالم المادي إلى فكر الله، وقال: نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله. بحيث استيقظ في بولس ما كان نائما، أي روح الله وفكره وعقله وصورته، أي أنه، أي بولس، عاد كما خرج من يد خالقه الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله، أي أنه عاد إنسانا. والاستيقاظ الذي يطلبه الله ليس استيقاظا من النوم بل من الموت، والموت هو أن يموت فينا فكر الله. فالمطلوب أن نرجع ونستبدل عقل العالم الذي فينا والذي قادنا إلى الهلاك، أن نستبدله بعقل الله وفكره. لذلك يقول بولس في رسالته إلى أهل أفسس: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. إخوتي أخواتي، فمن هو النائم
النائم هو من يسير في فكر ومنطق العالم هذا ويتجاهل فكر الله أي تعاليم الرب يسوع. النائم هو من يقتل أخاه الإنسان جسدياً أو معنوياً فردياً أو جماعياً من أجل إشباع شهوة السلطة. النائم هو الساكت عن الظلم والقابل به، لا بل في كثير من الأوقات المدافع عنه. النائم هو أيضاً الجاهل الذي لا يريد أن يعرف من هذه الدنيا إلا مصلحته الضيقة، أي رفاهيته ولا قضية له، ويخون الآخر ويدينه دون رادع ويعمم أحكامه على الأفراد والجماعات أيضا. النائم هو الذي يعيش باللامبالاة أمام وجع الآخرين وينتقد الذين يضحون بأغلى ما عندهم عن قصد أو عن جهل. النائم هو الذي لا يريد أن يميز الأفكار التي يتلقاها في كل لحظة، وأن يتساءل أمام كل فكرة يتلقاها وقبل أن ينطق بأي موقف، هل تتوافق هذه الأفكار مع أفكار الله أم لا؟ إذ إنه بحسب الفيلسوف الألماني هيجل الفكرة تقود العالم، فإما تبني المحبة وتمد الجسور أو تزرع الحقد وتهدم الجسور. النائم إذن هو من يسير بمنطق القوي دون السؤال عن الحق والحقيقة. النائم هو الذي يضرب القيم الإنسانية والأخلاقية مقلدا من يدعون سيادة العالم إرضاء لهم ولو طغوا أو قتلوا أو تعدوا. في هذه السنة نحتفل بالذكرى 46 لمجزرة إهدن. نحتفل بها بشكل استثنائي عن كل السنوات بسبب الأحداث التي يعيشها كل من لبنان وفلسطين الجريحة، وبسبب وضوح الحقيقة للذين يريدون رؤيتها. نرى القيم الإنسانية التي كانت تتغنى بها دول كبرى تنتهكها هي اليوم أو تقف متفرجة، وفي بعض الأحيان داعمة سرا وعلنا للذين ينتهكونها وينتهكون كل المؤسسات والمحاكم الدولية. لقد سقطت أقنعة كثيرة بفعل دماء الأطفال الأبرياء الذين يصرخون وسيصرخون أمام الله على الدوام. احتفالنا اليوم استثنائي لأننا نرى في هذه الأيام عينا طفلتنا الحبيبة جيهان تعانق عيون أطفال بيت لحم وأطفال دير ياسين وأطفال غزة وأطفال قانا وجنوب لبنان، لأن القاتل واحد وهو الفكر الشيطاني الذي لا يرحم أحداً حتى عيون الأطفال. وكلنا نعلم أن هذا الفكر لا يمثل ديناً أو وطناً أو جماعة بشرية، إنما يمثل ما سماه الرب يسوع إبليس الذي وصفه بالقطال والكذاب حين قال ذاك كان قطالاً للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. احتفالنا استثنائي هذه السنة لأن قلوب شهيداتنا فيرا وتيريز وفدوى يعانقنا قلوب شهيدات جنوب لبنان وفلسطين اللواتي استشهدنا في سبيل ولادة حرية حقيقية لهذا العالم. احتفالنا استثنائي هذه السنة لأن شهداء 13 من حزيران 1978 الذين سقطوا في إهدن وعلى رأسهم القائد الشهيد توني فرنجي وعائلته ورفاقه يعانقون اليوم شهداء الوطن
الذين يسكتون في الجنوب اللبناني الصامد والمقاوم وفي فلسطين، ونقول لهم إن ما يحدث في عالمنا اليوم زاد في عيوننا قيمة شهادتكم ونبل القضية التي استشهدتم من أجلها، ولن تعودوا بعد الآن شهداء الوطن والعيش الواحد وحسب، بل أنتم حلقة من قوافل شهداء الإنسانية المجروحة. وزادنا تمسكاً وإيماناً بلبنان الرسالة، لبنان القوي بسواعد وتضامن بنيه. ونخبركم أيضاً أيها الشهداء أن المنظمات والمحاكم الدولية قد استشهدوا أيضاً مثلكم، لا بل كشفوا، وأن حقوق الإنسان ظهرت أنها كذبة كبيرة لا بل لعبة بأيدي من يدعون صونها والدفاع عنها. أيها الشهداء الأبرار، إن شهادتكم غالية على قلوبنا، وهي سند لنا وقوة في وجه عالم مظلم يأتينا بلباس الحضارة والإنسانية ليضرب الأخوة الإنسانية والقيم العائلية والأخلاقية، ويطور السلاح ليسيطر بالنار والدمار على البشرية، بينما يزداد العالم فقرا وتعاسا. يقول البابا فرانسيس: إذا أردنا أن نحب الله حقا علينا أن نكون شغوفين بالإنسان، بكل إنسان، ولا سيما الذين يختبرون الحالة التي ظهر فيها يسوع، قلب يسوع، أي الألم والتهميش والهجر. كلنا رجاء أن العالم سيبقى بيد الله مهما تظاهر هذا العالم الفاني بالانتصار. فمن رحم الإبادة الجماعية في غزة، من رحم بطون الأطفال المتضورة جوعاً للخبز والسلام والفرح، من دموع الأمهات السكالة والآباء المفجوعين بقسوة الحياة، من حناجر طلاب الجامعات والمدارس وأصحاب الدمائر الحية من كل دين ومن كل بلد ومن تضحياتهم في العالم كله، ستنتصر الإنسانية وتنقلب المقاييس وينبلج فجر جديد لإنسانيتنا المجروحة. أما نجد الشهيد معالي الوزير سليمان فرنجي رئيس تيار الملدة، فأقول له: أنت نجوت من المجزرة بفضل العناية الإلهية لتكمل المسيرة، وأنت تسير بحكمة وصبر وتمارس السياسة بنبل وواقعية ومسؤولية، بعيداً عن الغوغائية والشعبوية القادرة على اللعب على العواطف وشد العصب الطائفي والمذهبي. وفي بعض الأحيان تستطيع أن تغير معادلات، ولكنها لا تعطي حلولاً آمنة ودائمة وعادلة، ولا تبني وطناً، بل هي كالزهور التي تنبت بسرعة وتزبل بسرعة أيضاً.